الآن مشاهدين على شباك الثقافة الذي يأتينا بنكهة مغربية اليوم، فبمشاركة 600 فنان وفنانة انطلقت بمدينة مراكش المغربية فعاليات دورة هذا العام من مهرجان الفنون الشعبية الذي يعتبر من أعرق المهرجانات في المغرب. ويسعى هذا المهرجان المنظم بمبادرة من وزارة الثقافة والاتصال تحت شعار تثمين وتحصين الموروث الثقافي الوطني إلى رد الاعتبار للتراث والموروث الثقافي اللامادي المغربي من خلال تثمينه وتحصينه والمحافظة عليه، وللمجموعة الشعبية المغربية التي ظلت تكافح لسنوات عدة من أجل المحافظة على هذا الفن العريق المتوارث عبر العصور. بالقرب من أسوار قصر البديعة التاريخي وسط مدينة مراكش احتفت فرق الفنون الشعبية. توافدت الفرق من أنحاء مختلفة للمشاركة في فعاليات مهرجان الفنون الشعبية في سعي منها إلى رد الاعتبار للتراث والموروث الثقافي اللامادي المغربي. احنا اليوم في المهرجان الفنون الشعبية من طنجة حتى للقويرة كله هو المغرب مشارك فيه، ولكن كنتمناو ما بقيش يكون التقرير ديال المنك ديالو، كنتمناو يتهلاو في التراث. التراث راه هما الرمز من الرموز ديال المغرب من طنجة حتى للقويرة. قرعت الطبول فأخرجت السيوف من أغمادها وبدأت المبارزة إدانا بانطلاق العروض. عروض امتزجت فيها الأنغام وتنوعت فيها الألوان، واصطفت المجموعات الفولكلورية الشعبية فوق الخشبة وكأنها لوحة تشكيلية خطت بألوان جغرافيا المنطقة التي تمثلها. النساء هما اللي تيتكلفوا بالغناء والرقص، والرجال هما اللي تيتكلفوا بالايقاع. حنا فرحانين بزاف بمشاركتنا في الفنون الشعبيه، الفنون الشعبيه اللي معروف عليه قديما شحال هادي بواحد الصرامه ديالو، بواحد الحفاظ على الموروث الثقافي، وجينا اليوم باش نمثلوا بلادنا احسن تمثيل. ازيد من 600 فنان وراقص قدموا من مناطق مختلفة بالمغرب مشكلين في أزيد من 40 مجموعة فولكلورية جاءوا إلى مراكش للمشاركة في احتفالهم السنوي. احتفال قدموا فيه عروضا مستوحاة من الذاكرة الشعبية المغربية تشتهر بها قرى وحواضر المغرب، وأخرى تجسد فن التجوال الذي كان يرتحل مع قوافل البدو خلال رحلات هجراتهم الدائمة. يبقى مهرجان الفنون الشعبية فرصة مهمة من أجل رد الاعتبار للمجموعات الفولكلورية الشعبية والمساهمة في تنشيط المدينة الحمراء واستقطاب مزيد من الزوار. كريم القرقوري، التلفزيون العربي، مراكش وسط المغرب. ينضم إلينا مشاهدينا من الرباط الدكتور نسيم حداد، وهو فنان وباحث في التراث المغربي، للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أهلا بك دكتور. يعني أولا لو نتعرف أكثر عن الفنون الشعبية، ما المقصود بها وما هي هذه الفنون الشعبية ولماذا لها هذه الأهمية الكبيرة؟ شكرا أستاذ، أنا سعيد اليوم بتواجدي معكم على قناة التلفزيون العربي. أهلا بك. بالنسبة للفنون أو بالنسبة للفنون أو التراث الشعبي المغربي فهو أكيد يعني جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للمواطن المغربي، وأنا أظن يعني هو يعتبر واحد المرجعية للهوية المغربية، لأنه بالأساس يعني أو من خلاله ممكن أننا نتعرفوا يعني على المشاهد الحياة اليومية الصادقة للمواطن المغربي. وأكيد يعني أن التراث المغربي يعني كيعرف واحد الأهمية كبيرة يعني في نفوس المغاربة، لأنه شاهد على التاريخ المغربي وشاهد على الأصالة والحضارة المغربية اللي ضاربة ومتجذرة في التاريخ. طيب دكتور، يعني تعتبر هذه المهرجانات كما ذكرنا هي موعد فني وثقافي وأيضا شعبي في المغرب، لكن الرسائل التي يحاول المغرب إيصالها من خلال هذا المهرجان، المهرجان الفني الشعبي؟
بالنسبه يعني اولا يعني بالنسبه للمهرجان الوطني للفنون الشعبيه بمراكش، فهو يعتبر يعني من اهم الاحداث الفنيه ولا المواعيد الفنيه في تاريخ المغرب المعاصر، لانه من اقدم المهرجانات اذ يعود تاسيسه لستينيات القرن الماضي. والاهداف والرسائل اللي كيحاول تمريرها يعني هذا المهرجان، وهي بالتاكيد يعني الحفاظ على الموروث والارث اللامادي الثقافي المغربي، وكذلك تعزيز يعني الحضور هذا الارث في الذاكره المعاصره للمغاربه، لانه التراث ظل يعني هو تراكم لمهارات فنيه لمجموعه من الفنانين عبر العصور، والان هذا الارث هو بيد يعني الشباب. واكيد ان المهرجان يعني من الحجم ديال المهرجان الوطني للتراث للفنون الشعبيه، اكيد انه غادي يكون واحد النافذه اللي من خلالها يعني المواطن المغربي وخصوصا الشباب ممكن يتعرفوا على التراث المغربي. وكنظن هذه من اهم الرسائل اللي كيحاول انه يحافظ عليها المهرجان الوطني للفنون الشعبيه. طيب دكتور، اريد ان اسال، انه هذا المهرجان توقف لعده سنوات، وكما ذكرت موضوع الحفاظ على الموروث الشعبي وايضا المراكشي، عمليه الحفاظ عليه وخاصه بانه هذه السنه جاءت برعايه وزاره الثقافه والاتصال، لماذا كان هناك حديث كثير بانه لا يلقى هذا المهرجان اهتمام كبير، وخاصه بانه مهرجان مهم جدا كما ذكرنا، والحفاظ على عمليه الموروث الثقافي والشعبي؟ صحيح، يعني المهرجان قد توقف أظن لثلاث سنوات، والآن هو يعود يعني في دورته 49. يعني ربما يعني الآن يعني ما يعيشه يعني الضغوطات التي يعيشها المهرجان الوطني للفنون الشعبية، هي كجميع الضغوطات اللي يعيشها الموروث اللامادي المغربي، وهذا نتيجة للعولمة، نتيجة للضغوطات السوق التجارية، لأن الآن أصبحت السوق التجارية تتحكم بشكل كبير في الحقل الثقافي والفني. كذلك يعني هناك مجموعة من المشاكل الأخرى اللي كيعيشها يعني الإرث أو التراث الشعبي المغربي، وأهمها هو غياب التوثيق وغياب التدوين، لأنه هذا الإرث ظل تناقله ظل تناقلا شفاهيا، وما يعرف بنزعة سمو التدوين، يعني لا ندون سوى ما جاء باللسان العربي، ويغيب تدوين ما جاء باللسان الدارج وباللسان الأمازيغي. هذه المسألة جعلت أن هذا نفقد يعني جزء كبير من التراث الشعبي المغربي، وفقدان هذا التراث اصبح يعني حتى المكانه ديالو لدى الشباب، في غياب يعني واحد السياسه ممنهجه من اجل النهوض بهذا التراث، جاء للظهور ديالو باهتا في السنوات الاخيره. لذلك فالإشعاع الذي كان لدى المهرجان في السنوات الماضية أصبح في يعني في تدهور، مع كما ذكرت يعني مع الضغوطات ديال السوق التجارية ومع العولمة. لذلك الآن يعني المنظمين حاولوا أنهم يرجعوا للحقل الثقافي بتنظيم هذه الدورة، والانفتاح على ثقافات أخرى، باش نشوفوا يعني كيف يعني المجتمعات الأخرى تحاول الحفاظ على التراث الشعبي. طيب دكتور نسيم، ديالها، وكنظن بان بهذا نعم يعني ذكرت نعم. موضوع مهم جدا، وخاصه موضوع عمليه التوثيق، يعني اريد ان اسالك عن الادوات والاساليب التي يمكن فيها الحفاظ على الموروث الثقافي الشعبي، وايضا على عمليه التوثيق والاستفاده منها، وخاصه للاجيال القادمه. أظن من أهم الوسائل اللي ممكن اعتمادها من أجل الحفاظ على الإرث الثقافي المغربي، أولا من أجل تدوينه، يعني أولا يعني رد الاعتبار للممارسين، لأن برد الاعتبار للممارسين يمكن أننا يعني نشوف القدوة فيهم. من جهة أخرى لابد من القيام بأبحاث يعني أكاديمية اللي تكون حقيقية، وهنا غادي نشير لواحد المشكل اللي كنعيشوه هنا في المغرب، وهو أنه غياب يعني الشعب ديال لاميزيكولوجي والإثنوميزيكولوجيا التي تغيب يعني في الجامعات المغربية، وهذه المسألة يعني تضعف من قيمة البحث العلمي في هذا المجال. لذلك أنا أظن بأنه واجب يعني على
على يعني القائمين بهذا الشأن أنهم يفكروا في هذه المسألة. وأكيد من الواجب وهو الواجب على القائمين على هذا الحقل الثقافي وهو أنهم يحاولوا ما أمكن أنهم يعطيوا واحد الصورة مثالية على التراث الشعبي يعني ونحيدوا يعني ونحاولوا نغيبوا ديك الثنائية ديال الثقافة العالمة والثقافة الشعبية، يعني نهتموا بالثقافة الشعبية لأنك تعتبر مرجعية للهوية المغربية. صحيح، شكرا جزيلا لك دكتور نسيم حداد، فنان وباحث في التراث المغربي، كنت معنا من المغرب.